وبركاته. أنا سعيد في الحقيقة أن أتواجد بين الإخوان والأخوات في إقليم شتوكايت بها. هذا الشيء ما عندوش علاقة بالوزارة لأن كان مقرر قبل هذا اللقاء كان مقرر إتباها في جهة سوسمسة، ولكن على المستوى الوطني كتكون لقاءات من هذه من هذا النوع وغيره من الأشكال الأخرى التطويرية والتوعوية والنضالية اللي كيديروا شباب العدالة والتنمية في إطار المنظمة ديالهم. رحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أولا مرحبا بكم في هذا اللقاء، اللقاء يعني كبداية لأنشطة شبيبة الحزب العدالة والتنمية. كذلك هذا اللقاء يأتي بعد افتتاح الموسم السياسي، افتتاح ديال البرلمان الجمعة الفارط 11 أكتوبر، ثم كذلك في سياق وطني كذلك اللي هو تعيين ديال حكومة صاحب الجلالة بقيادة الدكتور سعد الدين العثماني في نسختها الثانية، والتي عرفت تقليصا في عدد الوزراء إلى 24 وزير. هذه مرحلة جديدة نستبشر فيها خيرا، يعني ونتمنى أن يعني تواصل وتحقق ما ينتظره المغاربة في هذا اللقاء. استضفنا فيه وزير الجديد في الحكومة اللي هو وزير التشغيل وزير الشغل والإدماج المهني الأستاذ محمد أمكراز، اللي تنتمنى له كل التوفيق باش يحقق المطالب ديالهم اللي انتظرات لسنين طويلة. شي تدخل من طرف الوزارة ديالو لإلزام هاد أرباب العمل، هاد الناس هادو اللي كيستغلوا هاد الطبقة الفلاحية المستضعفة، كيستغلوهم وما كيستطعوش يوفروا لهم حتى وسيلة نقل. شبكة العدالة والتنمية بمحلية أيت الميرة، هذا واحد من الأنشطة اللي كديرها شبكة العدالة والتنمية من أجل التأطير ديال الشباب والتوعية ديالهم. ما يمكنش نهضروا على ممارسة سياسية راقية من النوع الذي ننشده جميعا دون شباب حقيقي، شباب منخرط في العمل السياسي، شباب كيقول الكلام اللي خصو يتقال وكينتقد بالكيفية اللي خصو ينتقد بها، حفاظا على مصلحة بلادنا. وماشي مصلحة بلادنا أن الشباب يرجع له، أن الشباب ينتظر وأن ينخرط في العمل المدني، الشباب يجب أن ينخرط في العمل العامي بجميع الأشكال والسبل الممكنة إنقاذا لبلدنا وانخراطا في المسار الذي انطلق في بلادنا منذ سنوات. الحمد لله بلادنا حققت شيء الكثير، مازال ما وصلناش للمبتغى ديالنا كمغاربة، ولكن الحمد لله حنا أحسن من بزاف ديال الشعوب ديال المنطقة.